سين هل الجنة والنار موجودتان الآن أم أنهما لم يخلقا بعد جيم اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا يشك في ذلك أحد منهم لكثرة الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وقوله عن النار اعدت للكافرين فقوله اعدت اي هيئت فهو دليل على انهما موجودتان الان واما نصوص السنه فمنها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: "انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي". قال: "ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ، أي قباب، اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك". وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، فقال: اني رايت الجنة، وتناولت عنقودا، ولو اصبته لاكلت منه ما بقيت الدنيا، ورايت النار، فلم ار منظرا كاليوم قط افظع. والاحاديث في هذا المعنى كثيره جدا وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه باب ما جاء في صفه الجنه وانها مخلوقه وذكر جمله من الاحاديث الداله على ذلك والله اعلم